بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. وأعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.